نجم كوميدي كبير يستحق الحصول على جوائز عالمية، صاحب مدرسة فنية في الكوميديا، أداء بيتسم بالتلقائية وخفة الظل. هو الفنان حجاج عبد العظيم اللي تصدر الترند مؤخراً بعد احتفاله بزفاف بنته. حصلنا منه على بعض التسجيلات الخاصة عن شعوره كأب في تلك اللحظة. طبعاً السؤال ده طبعاً بتاع البكاء والكده، أنا ما كنتش متخيل خالص إن أنا يعني هقدر أبكي أو بنتك بتفرح وفي نفس الوقت فرحها ده كبير قوي عندك، والواحد بيبقى طول عمره عايش علشان يسعد ولاده، وخصوصا وخاصة لما يبقى عندك بنت. اتحدث لنا حجاج عبد العظيم بشكل خاص عن مشاعره عند رؤية بنته بفستان الزفاف. لاحظت بقى ان هو يعني بعد ساعتين هتكون في بيت تاني، حد تاني مسؤول عنها، ربيت حد بتسمع منه ضحكة، ربيت حد بتلاقي فيه طبطبة على ظهرك، ربيت حد بيمسح دموعك لما تتعب أو بتحزن. وكشف عن الخواطر اللي جاءت في باله وقت الزفاف واستعداد بنته للانتقال إلى بيت زوجها. لقيت اللي كانت بتسأل عليا في التليفونات وأنا في التصوير، كلت ما كلتش، خدت دواء ما خدتش، الكلام ده كله حسيت في لحظة إنه بيتاخد منك وبروح لحد تاني، فده إحساس الأب يعني. وفي نفس الوقت العروسة اللي احنا بنشوفها دايما بتتزوق ودايما جميلة وبنبارك لها، لقيت نفس الحكاية عندنا بقى، بنتي بتتزوق علشان تأهل نفسها وتعد نفسها لبيت جديد وبيت زوجية وحياة زوجية تانية خالص. فدي اللحظة دي انا ما كنتش عارف اترجمها، بمسك فيها جامد ومش عايز اسيبها، وفي نفس الوقت عايز اسيبها عشان تكمل مشوارها مشوار حياتها زي ما انا عملت كده وكملت حياتي ومشواري. فلحظة صعب. كثير من الآباء بيبالغوا في طلبات الزفاف، لكن حجاج كان لوجهة نظر أخرى عند اتفاقات الزواج مع زوج بنته. لا، بالنسبة للطلبات دي يعني أولا ما فيش أي حاجة تغني عن البنت، وما فيش أي حاجة تقدر ثقل أو وزن بنتي، فما فيش أي حاجة في الدنيا يعني لو عايز أقول له هتلاقي حتة من السماء هقول له، ولكن طبعا بقدر المستطاع، لأن الظروف الشباب ولسه البداية ولسه برضو بيعملوا نفسهم وبيكبروا، فلازم نبقى حنينين على الناس وعلى العريس بصفة خاصة، لأن ده اللي هو أولا اختارها عشان بيحبها، اختارها عشان معجب بيها، اختارها عشان مقتنع بيها، فبالتالي هو هينجح ويحقق لها كل اللي أنا نفسي فيه ليها يعني. فلازم نبقى يعني في رحمة شوية على الطلبات بالنسبة للعريس وبما يرضي الله يعني. خلافات قائمة الزواج بين الأهالي ما بتنتهي. زوج بنته وفر على حجاج هذا الموقف الحرج وفاجأه بتصرف كشف عن أصله الطيب. والله هو وفر علي الحتة بتاعت القايمة دي ومرضاش يحطني في موضع محرج يعني أو في وضع محرج، ووفر علي ده وقال لي عمي أنا أنتوا جبتوا كذا وإحنا جبنا كذا وكذا 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 وكذا، وده اللي بعمله هعمله لأختي، وانا شايف الناس بتعمل كده وده التقليدي يعني، فوفر عليا ده، فطبعا يشكر لده، ودي طبعا اكيد بتبقى ضمانات لاي سبب من الاسباب، ولكن ربنا ما وصلنا لحته القايمه ودي فين حقها وده حقك والكلام ده خالص، لا هما الاثنين بيستمتعوا بالأشياء والأغراض والأدوات ومكان المعيشة بتاعهم، هم الاثنين بس اللي بيستمتعوا بيها، فهم حرين يعني، دي حاجات بتاعتهم يعني. آخر أعمال حجاج عبد العظيم كانت مسلسل النمر اللي تم عرضه في رمضان عام 2020، وكشف لنا تفاصيل مسلسله الجديد اللي راح ينعرض الفترة المقبلة. طبعاً بالنسبة لرمضان وكل سنة طيبة، بالنسبة لأعمال رمضان أنا لازم أخلص رمضان اللي فات مسلسل النمر، وطبعا كان حظي حلو إن أنا شاركت في هذا العمل الناجح،
انا بشارك دلوقتي مسلسل اوف سيزون خارج الصراع الرمضاني اسمه ايام وبنعيشها. في نخبه كبيره جدا من الممثلين والممثلات علشان ما ننساش حد، يعني زي شيري عادل واحمد صفوت ورياض الخولي وسلوى الخطاب ولقاء سويدان وحورية فرغلي ومحمد الصاوي ومجموعه كبيره جدا، ومين تاني يعني عشان ما نبقاش ناسين حد. وانا قلت نخبة كبيرة جدا عشان برضو دايما المواقف دي بنتحط فيها في موقف محرج فمنعرفش نقول الناس. هو اخراج الاستاذ محمد اسامة وتأليف الاستاذة سماح الحريري، انتاج الاستاذ صادق الصباح. لكنه رفض الافصاح عن عمله الجديد الا بعد البدء في تصويره. لا، وفي حاجة تانية إن شاء الله يعني لم أفصح عنها الآن إلا بعد إن شاء الله ما أقف قدام الكاميرات، لأني متعود دايما أنا ما أقف قدام الكاميرا أقول أنا بعمل إيه. حجاج عبد العظيم تغيب عن دورات مهرجان الجونة الخمسة، كشف لمجلة ليالينا سر غيابه رأيه في فعاليات المهرجان. بالنسبة للمهرجان الجونة طبعا أنا لن أدعو يعني دعيت لي، لأني ما أعتقدش أن أنا يعني أنا دايما أحضر المهرجانات اللي يبقى ليا فيها شغل. أنا ماليش فيلم ما يعني بعتبر أن أنا يعني مش مهم وجودي قوي، ولكن أنا حابب أن يبقى في مهرجان وفي فرحة وده أساسا لدعم السياحة مش أكتر، عشان يتقال ان احنا ناس دلوقتي استيبل وبقينا وضعنا كويس والحمد لله والناس موجودة. بشجع القائمين عليه اولا، لكن انا بالنسبة لي ما دعيتش لي، مش عارف ده تقصير مني ولا منهم، لكن برضو لو كنت دعيت لي كنت مش هروح، يعني علشان الجونة دي جنب البحر وانا بخاف من البحر يا عبي، بس دي الحكاية كلها. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.